بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 29 شتنبر عقد الجبل العام العادي ديال فريق نادي اتلتيك بليزا سي بورت سلا، داز في ظروف طيبه حسنه. درنا التقرير الادبي ديالنا، التقرير المالي، داز الامور كلشي داز بخير وعلى خير. بالنسبه الحمد لله هذا العام اجتهدنا فيه مزيان واجتهدنا بزاف، الحمد لله توصلنا اننا حققنا الصعود. هذه السنه كانت كذلك نتيجه وعمل ديال النتيجه ديال عمل طويل اللي هو 20 سنه حققها باش حققنا الصعود، انه الحمد لله طلعنا بولاد المدينه بجوله اخرى. كانت عمل تقريبا مع جميع الفئات كما لاحظتم في التقرير الادبي ولا في التقرير المالي، يعني كاين المصاريف ايضا وحتى البطوله تاع الفتيان وتاع الشافات وتاع الفينات. على العموم فرحانين بزاف بالصعود، فرحانين بالنتيجه العامه اللي دارت، وكانت مجموعه ديال الناس اللي كيساندونا حضروا معنا ووقفوا معنا طيله السنه. نتمناو السنه المقبله تدوز امور مثل هذه السنه، وغادي يكون الاوبجيكتيف ديالنا هو تحقيق لومنتيان ديالنا في القسم الممتاز. غادي نبذلوا كل ما في وسعينا باش نبقاو في القسم الممتاز. ان اقتضى الحال غادي يمكن نطعموا، يمكن ما نطعموش بلاعبين اجانب، الله اعلم، على حسب الظروف الماديه اللي كيعاني كما لاحظتوا في التقرير المالي، حيث انا سافر المداخل كما عدا بعد المحسنين اللي عاودونا شي شويه، هذا الشيء كان قليل. هذا هو تقريبا الخلاصه ديال هذا العام والمسائل المرتقبه للسنه المقبله. وكنتمناو جميع الصحافه ان يكونوا يساندونا معنويا، وكذلك الجمهور الى افتتحت القاعه، افتتحت القاعه للجمهور ممكن هذه. دونك نتمناو الجمهور يساندنا، كذلك السلطات والمدعمين اللي بغا يوقف مع النادي مرحبا به، احنا راه في الاشاره وبابنا مفتوح للجميع. سي هشام، واش ما تشوفش من انه من الصعب في ظل الظروف الحاليه كوفيد، ويعني واحد صفر درهم ديال المداخل، واش ما تشوفش من انه من الصعب يعني انكم تقدروا تواكبوا في القسم الممتاز، بالنظر ان يعني شفنا حنايا 60 مليون تقريبا فيها كيقولوا له غير البلاي اوف، يعني المباريات تاع الصعود اللي مشيتوا للرباط وفاس، يعني أغلبية المباريات كانت هنا بين بركان وجدة كرسي، يعني واحد المسافة بسيطة. الآن غادي نبداو نلعبو، نقدروا نمشيو للرباط، طنجة، فاس، مكناس، واش ما تشوفش انه من الصعب المواكبة في ظل ان كاين هذاك صفر درهم من المداخل، لا من الجهة لا من الإقليم لا من. وحنا كنتمناو انه هذا السنة يعني المقبلة انه يكون المنح، هذا يعني نداء طلب نتاع جميع الأندية المغربية، كتنادي أنه المنح تتصدر. يعني الكوفيد الحمد لله الآن راه بدا يطرح الأمور، دونك بالنسبة للجميع الجماعات والمجالس الإقليمية والمجالس الجهة نورمالمون خاصها تبقى الآن تدعم الفرقية. أنا أصلا ملي كدعم الفرقية راه هو واحد النسيج نتاع المدربين نتاع الحكام نتاع كلشي، راه كيستغل نتاع هما راه كانوا في البطاله واحد المده تقريبا في الفتره الاولى تاع كوفيد. دونك انا بالنسبه لي الان خاص تبدا الطاقه المنح، هذا مطلوب ديال جميع الانديه المغربيه ماشي زعما ديال النادي ديالنا. اما بالنسبه للمصاريف هي تاع لي ديبلاسمون تقريبا راه غادي يكونوا لي ميم، لان تاع ما كناش هنا في وجده، كنا كنديبلاسيو غير المسافات الطويله والبعيده، تقريبا بحال درجه الانتوما الرشيديه، هذا هما المناطق اللي كنا هما المدن اللي كنا كنشوفها حتى هي راها بعيده بزاف. دونك اما اللي مهم بزاف هو لي سالير تاع لي جوار اللي الان غادي خاصنا نعطيو ضروري بواحد جوج على ما اعتقد جوج ولا ثلاثه ديال اللاعبين، هو اللي كيكلف مصاريف مع البيت وداكشي، يعني ما غاديش نحتاجو اللاعبين عاديين اللي نجيبو هما، انا اللي غادي نتكلم معايا هي لي سالير واللي هما اللي مهمين بزاف. اما لي ديبلاسمون خاصنا احنا كانديه، يعني خاص الواجب ديالنا حنا نقلبوا على دي
سبونسور ولا دي مستشارين ولا مدراين، لان ما خصناش نعتمدوا فقط على المنح اللي كنعطى على المجالس، انما خصنا يكون عندنا تحمل عمل اخر وجديد غادي يكون حنا هو نتاع المستشارين المستثمرين اللي نستثمروا في النادي. ولا شيء سي هشام بصفتك عضو جامعي، سبب تراجع كرة السلة المغربية؟ يعني شفنا واحد الوقيته كانت الكرة يعني المكاتب واحد يعني مكاتب جامعية سابقة كانت كرة السلة في المستوى يعني المنافسات الإفريقية للترتيب، يعني يكون ما غاديش نوصلوا للفرق الكبرى ولكن على العموم كنا ندخلوا ضمن الأربعة الأوائل الخمسة الأوائل. الآن سبب تراجع كرة يعني كرة السلة تراجعت في المغرب، السبب ديالها كانت ديال الارقام، ما غاديش نهضر على هذه السنتين اللي توقفات فيها ما غاديش نرجع لها، لان السبب راه باين. الا توقفنا دونك غادي يكون نحتاجه سلبيه، وحنا ماشي الجامعه هي اللي مسؤوله عليه. غادي بالنسبه للجواب على هذه الفتره الاخيره، ماشي حنا المسؤولين كجامعيين. بالنسبه للفتره السابقه راه الا لاحظتم رجعتوا للاحصائيات، راه احسن النتائج كانت في الحقبه ديال رئيس اوراش. غير باش نرجعوا للمحاضر ونشوفوا كاع المراتب اللي خديناها، احسن المراتب راه كانت في ديال ولكن وصلنا لواحد المرحله شفنا واحد البلوكاج ما بين الجامعه والوزاره. هذا مشكل اخر، يعني هو اللي واش يعني هذا البلوكاج هو اللي تسبب كما يقولوا في واحد يعني تراجع البطوله الوطنيه. تراجع البطوله الوطنيه بطبيعه الحال، ولكن شكون السبب اللي توقف؟ نطرحوا السؤال علاش توقفت وشكون اللي وقفها؟ ماشي الجامعه اللي وقفتها، بل الوزاره اللي يتحملوا المسؤوليه ماشي الجامعه. هذا رايي الشخصي انا. الان على مشارف بدايه البطوله القسم الممتاز، تواجد فريقين من مدينه بركان، ديربي مدينه بركان، شنو ممكن يقول الدكتور هشام عليه؟ اولا هذا ماشي هذا هو الديربي الاول، انا راه دازت ماتشات اخرين، درنا ديربيات اخرين. لا ولكن في القسم الاول ماشي هو القسم الممتاز. القسم الممتاز بطبيعه الحال، القسم الممتاز هذا هو الديربي الاول، غادي تكون مقابله عاديه، غادي كل واحد كل فريق غادي يحاول ينتصر. هذه هي المباريات نتاع كرة السلة ولا الرياضة بصفة عامة، غادي تكون واحد التنافسية بيننا، وغادي كل ما يقدر، يعني ما عنديش مشكل في هذه القضية. حنا كاع ولاد الباسكيت هنا ولاد المدينة ولاد بركان، وكنمثلوا المدينة وخاصها أحسن تمثيل بيننا. سي هشام واحد الكلمة كما يقولوا ختامية للجماهير البركانية والمسؤولين على الشأن المحلي والتدبير الشأن المحلي في بركان. السؤال لا يعني واحد كلمة ختامية يعني توجهت واحد الرساله ديالك للجماهير البركانيه والمسؤولين. احنا بالنسبه للجماهير، احنا انا كرئيس اللجنه الطبيه على ما اعتقد سوف اشتغل في هذه القضيه باش ان واحد النسبه معينه ترجع للميادين. غادي هذه الاولى ان شاء الله النورمال خاص يدخلوا واحد المجموعه، غادي نشوفوا مع البيرو فيدرال هذه القضيه هذه. دونك كنوعدكم اننا غادي ان شاء الله الى كتاب غادي نحلوا واحد النسبه معينه تحضر من قاعه على حسب كل قاعه واش غتقدر تدخل. هذه من جهه. بالنسبه للمجالس الدعوه راه مفتوحه ثلاثه المرات ولا اربع المرات، كنطلبوا الان بما انه كوفيد راه بدا ينقص والامور بدات كتحل الحمد لله، نطلبوا دعم تاع المجالس كامله المنتخبه انه تبقى تدعم الرياضه بصفه عامه ماشي غير كره السله، وكره السله بالخصوص. شكرا.